ربكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدانا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نحرص ما الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فارغوهن واهجروهن في المضاجع Yeah.
حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ودانا في الدين ولا منا قالوا سمعنا ردنا واسمع ردنا كان بينهما وما راني لعنهم لا بكم ما يؤمنون إلا قليلا يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس قدم أيديهم وجاءوا بالبلاد والنار والتوفيق
يلغنهم إذ ظلموا أنفسهم. يحكموك فيما يجب بينا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولنا كتمنا عليهم أن اغدوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل. الذين أنعم الله عليهم من النبيين فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وكل من عند الله فقال بيت طائفة منهم على الذي يقول فلا يدل ما يبين وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم
نصيب منها حسر صدورهم أن يقاتلوكم أو نقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فإن لم يعتذروكم ويلغوا إليكم السلام لا يكفوا أيديهم المظلوم وانتم حيث تبقوا أولئكم كان لكم وإن تظالم مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدليل رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم أو مؤمن فدليل رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي ودليل رغبة مؤمنة بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة
وسعة ومن يخرج من بيته عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إحنا بتحياتنا الدنيوية أخبروا إلى الكافرين قالوا لكم عدوا مبين فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان منكم منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك بك دويهم إلا من أمر بصدوات المعروف تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يتولى عنه جهنم وساء المصير إنما لا يغفر أن يشرك به فلا يبطل
حدكن آذان الأنعام ولا أمرن فلا يغيرن الحمل ومن يتقي زيدا وليا من دون الله تغلت له الآن مريم ويمنيهم عليكم زيدا إلا أولوكم وأهم جهنم ولا يجدون على مريسا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وما نزل من الغائبين ليس بأمانيكم ولا أماني للكتاب فهي مرسول يجري من ذكرنا ما قدر لهن ودعمور أن تنكرهن والمستضعفين إلى بداية دوام وإلى بابا بلدي أما تفعلون بينهم فإن الله تعالى في عليها وإمرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا لا يوم
يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا بحديث غيرهم انكم اذا فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلم Yeah.
بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بالحق من ربكم فآمنوا خير الله وعند قلوب عند لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد ويزيدهم من فضله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فازدادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام والله
غير اللاعب والمنخنقة والموغودة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فصل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم وما علمتم من الجوارح مكلمين وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سريدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به قالوا إنا نصارى لقد
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا بغيرنا المسيح ابن مريم اللهم هو ما ملك جميع الولايات والسماوات والارض وما بينهما وما يشاء فقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولمن جاء ربنا بكثير من المجدين من المجدين
يقتلوا أو يصلبوا أو تعد عينيهم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يدوك يعرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك فإن جاءوك فاعرض عنهم فاحكم بينهم أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لا
اتبع أهواءهم واحذر من يفتنوك عن بعض ما أنزلنا إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون جاهلية يقول ما نزل الله لقوم يوصلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والغينا بينهم العداوة والبغضاء إليهم من ربهم لا يكلون
هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رغبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة الأيمان.
جناح في موضع مو إذا ما اتقوا وأنكم الله بشيء من الصيد تلالوا أيديك وإما أبنى لما لا غيابه بغير طيب النهاية لا يحبه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أنفسكم لا يضركم حضر أعدكم الموت أين الوصية لمن ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويغسلان بالله تغفران يا الله يا نفسي ما يمكن يا نهاية الدنيا حق بجهاز الزيبا مدى
وحدتك إلهية بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا وكلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطيب إذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج المادة بإذني وإن تبرد فريد ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعظيم I'm a man.
Man.